غير العالم. اليوم نحكيو على ملاعبي من طراز خاص، واحد من الكورجية العالميين اللي عليهم إجماع لقيمته الكروية أولاً، لدثامة أخلاقه ثانياً، ولأنه وعلى عكس ملاعبية الفترة الحالية ما يركز كان على الميدان وقليل وين عمل بوليميك في الإعلام. المرات الوحيدة اللي عمل فيها ضجة كانت عند رفضه مارتين أن يشكي بمنصر قولو دارو، وقتها قال إنه سجن ليس الحل. المرة الأخرى وقت اللي وقفت له كل جماهير العالم وخاصة الإنجليز احتراماً كيف شافوه ينظف في ميضة متاع جامع في أنجلترا بالذات. وأخيراً الضجة الإعلامية صارت على عدم تلقيه الكرة الذهبية العالمية المستحقة في 2019 بعد شبه التلاعب من أصحاب الشركات الكبرى. رغم هذا الكل شفناه راضي وفرحان ياسر أيامات التالي في مصر في حفلة تتويج بالكرة الذهبية الإفريقية. African player of the year 2019 Sadio Mane. ولد ساديو ماني في 10 أفريل 1992 في سيديو السنغالية من عائلة مسلمة، وكان والده حريص على تعليمه جدا حتى أنه منعه من ممارسة كرة القدم في صغره، الشيء اللي خليه يترينا بالسرقة وكأنه كان شاعر أنه باش يكون له شأن عظيم في اللعبة. مرحلة التكوين كانت في أكاديمية محلية في السنغال قبل ما يلفت أنظار مسؤولين في نادي ميتس الفرنسي اللي صحوا معه عقد في 2012 وقتها عمره 20 سنة. أول موسم ليه لعب 19 ماتش في 6 أشهر مركبونتو، وبرزت موهبته بصفة كبيرة خليته ينتقل مباشرة في أوت النادي سالزبورغ النمساوي مقابل 4 مليون أورو. غاديكا باش يتألق بسرعة ويساهم في تتويج فريقه بالبطولة والكأس، الشيء اللي باش يفتح له أبواب المنتخب الأولمبي اللي شارك في أولمبياد 2012. ماني واصل التألق في سالزبورغ لكنه كان يشعر أنه إمكانياته أكبر من البطولة النمساوية، الشيء اللي خليه يتمرد في نهاية 2014 ويفرض انتقاله لأكبر الدوريات في العالم. نحكيه على البريمير ليج الأنجليزي. 1 سبتمبر 2014 ساديو ينتقل ساوثامبتون مقابل 11.8 مليون جنيه استرليني. أول ماتش ليه كان ضد أرسنال وكان موعد أول فوز ليه في البريمير ليج. الأهداف تتتالى والتألق كان خاطف للأنظار وحتى الأرقام القياسية كانت حاضرة. هاتريك في دقيقتين و56 ثانية في مرمى أستون فيلا، موسم استثنائي كان ينوي إنهائه بالمشاركة مع السنغال في كان 2015، لكن لعنة الإصابة كانت له بالمرصاد. إصابة سرعان ما تجاوزها باش يعمل موسم ثاني كبير مع ساوثامبتون يفتح له أبواب العملاق الإنجليزي ليفربول. 28 جوان 2016 ماني ينتقل للأنفيلد مقابل 34 مليون جنيه استرليني، نحكي وقتها على أغلى صفقة في التاريخ اللاعب إفريقي. البداية كانت مرة أخرى مع أرسنال، مرة أخرى ساديو يماركي، مرة أخرى ساديو يربح أول ماتش ليه، ومرة أخرى يقدم موسم أول استثنائي، لكن تلك لم تكن إلا البداية. مع قدوم محمد صلاح في 2017 ليفربول تكشر عن أنيابها محليا وقريا. احنا نحكيه على ثلاثي رعب في الهجوم يزعزع كل الدفاعات الأوروبية، وفعلا انطلقت النجاحات وانفجرت معها الإمكانيات الخارقة لساديو ماني. ما عادش نحكيه على كوارجي باهي برشا أكهو، ماني اليوم فلتة من فلتات الكرة الإفريقية، ملاعبي ساهم في رجوع الريدز للبوديوم، وساهم خاصة في رجوعهم لنهائي الشامبيونز ليج في 2018 ضد ريال مدريد في مباراة نهائية مركة فيها بونتو لكن ما تمكنش فيها من إحراز اللقب. باش تجي سنة 2019 ويترشق ماني وليفربول لكونتور الكل، نقطة وحيدة على البطولة، مباراة نهائية في كان 2019 وتتويج راسخ في الأذهان، ليفربول في الشامبيونز ليج على حساب توتنهام بعد إزاحة البرسا برباعية خالدة في النصف النهائي. مجهود قدرة الكاف أن التوج بالكرة الذهبية الإفريقية 2019 للاعب لطالما أمتعنا بالكرة في الملاعب وعلمنا التواضع والرصانة وطيبة القلب خارجها، إنسان علمنا خاصة أنه بالعمل والإيمان بالنفس مهما كان الفقر اللي تولد فيه ولا الظروف الصعيبة والتجارب الكاسرة اللي يعيشها، البشر دائما قادر أن يغير العالم. غير العالم.